مفيش فايدة. فعلا ايه روح الاحباط دي؟ ده النقاش بعد كل وش بيتقال الله ينور ان مفيش فايده. احنا لازم نخرج، مش هينفع نتحبس هنا. انت جبتها منين دي اصلا؟ كانت جنب الشنيور بتاع الهن. انا شفت واحده ست بره كانت حضنة نادر وسناء، انا ما عرفتهاش، بس في ناس بره. وده معناه ايه؟ معناه انهم كانوا ممكن يخرجونا لو عايزين. والست دي اللي كانت حضن نادر وسناء كأطفال يعني أكيد مش شريرة. طيب إيه اللي منعها؟ يا حبيبتي أكيد ما كانوش عايزين يخرجوكي غير لما تفتكري. أكيد كانوا مستنيين. طب ما أنت أهو بتحاول تخرجني من قبل ما أعرف بقية الحكاية، وأنا مش كده ممكن أتجنن؟ انا ما يشغلنيش تبقي مجنونه، تبقي ساره، تبقي منى، المهم ان اكون معاكي. وجودك هنا اكتر من كده في خطر عليكي. واحنا كنا بنحب بعض قوي كده؟ كنا بنحب بعض، ده عفش البيت والعياده يشهدوا على حبنا، وحبك انت بالذات ايه قرباج. وحشني كل حاجة قبل النظرية دي ما تدخل حياتنا، بخناقاتنا بقى، بمشاكلنا، بالمرضى اللي كانوا بيجوا عندنا ويقلبوا مجانين ويهددونا لأ لأ ايه، انا ما صدقت اندمجت. لأ 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 ايه بقى؟ طب انجزي عشان خاطر انا زهقت منك بدل ما اهرب لوحدي. وعشان كده بقولك لأ، محدش فينا هينفع يهرب، مش مسموح له اصلا. مش فاهم. الست اللي كانت قاعدة برة دي ما كانتش قاعدة مستنيانة افتكر، دي كانت قاعدة خايفة. كانت بتبص لصبري بخوف بس كانت عارفاه. المشكلة؟ ما الورق بتاع سناء بيقول انها عارفاه. يا اخي ركز، ما كانتش متفاجئة من وجوده يعني. وبعدين اللي برة دي لو ياسمين او فادية او مها، اشمعنى هي لوحدها اللي قاعده مع الولاد بره؟ فين الباقيين؟ فين امير وهيمه؟ فين زهره؟ فين نوح؟ منطق برضو. وازاي ما اتفاجئتش ان المسدس اللي صبري حطه في دماغ البرجاوي وهو خارج؟ انت مش بتقولي انها كانت بتعيط؟ كانت بتعيط بس شفقه مش خوف. كانت بتبص لصبري بغضب، كانت عارفة ان هو موجود. كلهم بره يا عادل، واحنا اللي في ده تمثيلية. قربي يا سارة، قربي وما تخافيش، اسمعيني. كله خلاص رجع لأصله، لمتكوا حواليا كانت بالدنيا، ونادر وسارة بقوا منتظمين في الدراسة، والواد شكري بقى داخل خارج على البيت، وبقى الأنتين بتاع الواد نادر. طب وعادل؟ رجع يشتغل من تاني، وحط النظرية الهباب دي في الدرج. يا أمي كفاية بقى اللي انت بتعمليه ده، وبيضرنا مش بينفعنا. ايه يا حبيبي؟ أنا بعمل كده لمصلحتكم. سناء بطلت تكتب من بعد كده، ولازم كل واحد فينا يحكي اللي حصل عشان سارة ترجع لنا. أنت مش عايز سارة ترجع يا عادل؟ طب والبرجاوي يا طنط؟ وأنا؟ أنتي؟ أنا ما كنتش فاهمالك. بعد ما كنت فاكرة ان انت وعادل رجعتوا زي الحلاوة على الطحينة، قوم طلع التمثيلية عشان كنت بتدبري له حاجة كبيرة. حاجة ايه؟ معرفش، هسأل وخلي اللي يعرف يبقى يقولك. طيب والبرجاوي؟ البرجاوي بعد اللي حصل مع المخفي اللي اسمه صبري، يوه لا مؤاخذة، اكتئب حبتين ومحدش عرف له طريقة،
وفي يوم راح العيادة العادل و و ما تيجي يا زهرة تكملي. طيب اشرحها لي واحدة واحدة. انت معاك بطولات وميداليات كاراتيه وسباحة. جميل، معاك كل الحاجات دي واخرتها بواب. انا مش عايز احكي على حاجات عشان اقعد اصعب عليك ويحصل زي ما بيحصل في التلفزيون. انا زي زيك بالظبط. لا يا حبيبي انا ما قلتش كده، انت احسن مننا كلنا. انت كذاب وما تقوليش كده عشان انا مش عبيط. طيب افهم، انت ما دورتش على شغل تاني؟ حدش بيرضى يشغلني مع ان انا ذكي الا مره واحده بس. ايوه مره ايه؟ انا اصلا مش جاي لك عشان كده، انا اصلا جاي اشتغل شهرين عشان اجيب المصاريف بتاعه التمرين عشان اكمل البطولات، عشان انا سبت الشغل الاولاني وقعدت ماما من سنتين ان هي مش هتصرف عليا تاني. انا ما اعرفش زهره دخلتني هنا ليه، انا مش عايز احكي حاجه. معلش بس لحظه واحده، انت كنت بتشتغل من سنتين؟ موظف. موظف؟ انت هتستهبل؟ هي دي المره اللي انا مش عايز احكي عنها. لا احكي، ده مين ده اللي شغلك موظف؟ كنت شغال موظف داتا انتري في شركه وسبت الشغل فجاه. كمل. وبعدين لما سبت الشغل ما بقاش معايا فلوس، فعايز اشتغل شهرين عشان اجيب مصاريف عشان اكمل تمرين عشان البطولات. وحياتك كنت جاي بطمن على الجدع. انت مدخلهولي ليه؟ عنده ازمه كبيره قوي الواد ده، لما ربنا كرمه واشتغل قام ساب الشغل من نفسه وجاي يشتغل بواب. ينفع برضك؟ وانا مالي؟ يوه انت مش دكتور ولازم تبقى عارف الازمه بتاعته. الواد ده استقال من غير ما يعرف ليه، اتخانق فجاه. شوف بقى انت دكتور، خش لي كده جوه اغوار نفسه واعرف لي العطله جايه منين. ها ده مستقبله مش هوصيه. يا ريت. مين ده؟ ما تتفضل معانا حضرتك. اما تتفضل معايا انت بره وانا اقول لك انا مين. تعالى. مين ده يا بنتي؟ تعالى لي بره كده وانا هرسيك على الزبده كلها. رسيني على الزبده. بص يا دكتور، بصراحه كده مهيب ده من احسن الناس اللي انا عرفتها في حياتي. انا تعبت جدا عشان اجيب له شغلانه كويسه، بس هو على عكس اي حد زيه فجاه اكتئب وساب الشغل لسبب انا نفسي مش عارفه لحد دلوقتي. انا بحبه جدا ونفسي اشوفه كويس ومش عايزه يتبهدل. عشان كده انا ضحكت عليه وجبته هنا العياده يشتغل بواب عشان يتعالج عندكم. ده بعد ما سمعت عنكم يعني. انت مين اصلا ده اولا يعني؟ انا حمزه العادي، مهندس معماري وصاحبه الصحوب. الايه؟ الصحوب؟ زي الصدوق بس دي اشيك شويه. يخيبك انت مهندس؟ ومن ايه دخلت النقاشين اللي دخلتها عليا دي؟ لا 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 لا، دي لعبه كده كنت عاملها عشان يعني شغال عندكم، انما انا اصلا فيرست كلاس. يا بيئه. انا بيئه عندي بيئه. بس طيب حضرتك يعني انت ممكن تروح توديه عند اي دكتور تاني عادي جدا، مش هيكون في اي فرق لان احنا خلاص موضوع التقمص ده بطلناه. لا يا عادل، لسه ما اتقفلش الموضوع. يا لهوي، هو انت نشعت في الصلاة امتى يا راجل؟ كنت فين يا دكتور؟ بعدين، المهم لازم تسمع الكلام وترجع للنظرية. انا عيلتي كانت هتضيع بسبب النظرية، انا مش هعيده تاني. عمرو فواز ماله؟ صبري كان بيشتغل معاه مخلصات ورق ونصاب ومزور، ولما عرف بالنظرية حب يسرق رئيسه فعمل علينا التمثيلية دي. كان عنده معلومة عن شحنة الممنوعات بس ما كانش يعرف مكانها. يعني عمرو طلع فاسد فعلا؟ يعني المذيع ما كدبش؟ كدب لما قال انه بريء. يبقى هددوه او قبض. مش حدوتتنا، صبري ميل على واحد من اعداء فواز، ولما صبري انقبض عليه الراجل ده هو اللي طلع صبري. طب وانا مالي؟ فاكرني خايف من صبري يعني؟ طب يبقى يهوى بناحيه هنا وانا يعني انا اخلي مهيب يبهدله. الازمه مش في صبري، الازمه في الراجل الواصل ده. هو عرف بالحكايه وعشان جامد عرف يوصل لتقرير اللجنه اللي رفضت نظريتنا، وبيهدد انه هيوصلها للنائب العام. ايه ده؟ النائب العام؟ مش ممكن من غير ما حد يقول لي؟ هو انا صغير ولا ايه؟ طب كانوا حتى يجي يقبضوا عليا هنا عشان اقاوم شويه الواحد حتى يعمل منظر كده وهو بيروح في داهيه. انت بتهزر؟
طبعا عايزني اقول لك ايه يعني، ما انت كل شويه تنزل لي بمصيبه. الدنيا ما تحددش، كلها شهر او اقل وترتاحوا من خلقتي نهائي. على فين؟ بعدين. المهم احنا دلوقتي في نظر القانون بنعمل تجارب على بشر بدون ترخيص، والراجل ده اهو اكيد هيتواصل معانا عشان يستغلنا. انا مش هسمح لحد يعمل معاك كده تاني. هو ده اللي جابني على ملا وشي وخرجني من عزلتي من الدنيا وقهرتي من الحياه وازمتي مع وجودي الانساني. احنا لازم نثبت النظريه دي قبل الراجل ده ما يوصل عندنا ويهددنا. لا ده هيبقى تهديده بقى جوافه، وجوافه بايظه ولا له لازمه. طب ما هو ما بقاش في مرضى يجوا العياده، في مين تاني هتقمصه؟ عيب عليك، هتحتار برضك والشامبيون ليج موجود. استنى. شامبيون ليج؟ البطل اهو، البطل اهو. عظيم عظيم عظيم. خش اجهز يا ولد يلا. اجهز ايه؟ انا بخاف من الحقن. عظيم ايه انت رخ؟ ما لقيتش غير مهيب. ايه وماله مهيب؟ على فكره انا واخد بالي من كل حاجه. يعني ايه يعني؟ انت تتقمصه؟ لا. خلاص يبقى تنزل بقى ايه بتترات النهايه بتاعت برامج العنصريه والكلام ده وتسكت خالص. انا تعاطف معاه اعيز زيه لا. اخص عليك. على فكره دي اسوأ حاجه ممكن اسمعها في حياتي. ايه يا جماعه في ايه؟ انا بقول اللي انا مقتنع بيه، ولا لازم يعني امثل عليكم زي الناس عشان خاطر تسقفوا لي وتقولوا ايه ده بتاع حقوق انسان ومتحضر؟ على فكره كلهم كده من بره، لكن من جوه زي ما هو. ده حلو حلو. شفتك وانت بتعمل كده على فكره. شوف يا عادل، انا ما يهمنيش يكون عندك مبدا ولا لا، مهيب هو الحاله الامثل عشان نكسب تعاطف اللجان والنيابه والإعلام كمان، حتى لو اتفضحنا، عشان حتى لو ما عالجتوش كمان يا أخي. هو أنت بقيت فاسد إمتى؟ الزمن بقى يا ابني. لا ما تطلعش هوا، أنت معطوب من جوه زيي. وماله؟ المهم حياتك وحياة مراتك مرتبطة بمهيب دلوقتي. هي فين مراتي أصلا؟ أنا كنت عندها، ما أنا عديت عليها الأول قبل ما أجي. وقلبتها إيه؟ ايه 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 سارة مالها؟ هاي هاي يا جماعة، ازيكم كلكم؟ ما كنتيش عايزة تقولي لها السر بتاع عادل؟ اهي تقمصتك. وات وات. طب نوسع بقى حبة قدام انا اللي هحكي. ها اي نعم انا مصابة ومكهورة وخسرات شعري متهددة بشبت الخوف والهلع، بس برضك هقول عشان اللي فات ده كوم واللي جاي كوم تاني، قول تالت عليا برابع ما تعدش. العبرة في الحدوتة يا حلوين، دايما بتكون في الأواخر. جايز تكون الحدوتة ملعبكة ملهاش ماسكة كده زي الصابونة الرايحة لما تنبل، بس كل آخر وله بشاير وعلامات، وبشاير اللي حصل بعد كده كانت أسود من كحل الغجر. ها نحكي. البنت دي أنا قربت أنام. انت متاكده ان دي زهرة اصلا، ولا احنا مشغلين الراديو وهنلاقي بقى ما يطلبوا المستمعون والجو ده؟ وانا هعرف صوتها منين؟ انا فاكراك اصلا عشان افتكرها. زهرة احكي من غير فواصل ماشي؟ بسرعه يا ماما عايزين نخلص. ادام عنيف كده هون تبقى رجعت يا سي عادل، نورت. طب وست ساره؟ لا بليز خلصي انا تعبت. عيني الحكايه من بعد ظهور البرجاوي تاني اتعقدت اكتر. ام ايه بقى الست ساره قلبت مها بنفس سكه المخفي صبري عشان تعرف يا اخويا حاره تفكيرها بتمشي في انهون طريق وتركب عليها، وتعرف في اخرها السر اللي مخبيه عادل. وسيدك عادل قعد بقى ايه يعافر حبه، بس برضك جاب ورا مع سلبرجاوي ووافق وتقمص حبيب قلبي النعيني مهيب. افتكرنا بقى ان دي كل المشكله، ان مها ومهيب يكونوا كده قصاد بعض جوه سعادل وساره. اداري بقى المخفي صبري. خلاص خلاص المخفي صبري باشا كان محضر ليله كبيره قوي في السر، وكانت بتتسرسب جوه بيت العيله الكريمه واحده واحده ولا حد حس بيها. ليله ايه؟
سيلبرجاوي قال لي ما سبقش الأحداث، السر هتلاقيه بين طيات الحكي المنفعل. ركزوا بقى كويس معايا، ها دي إشارات كده صغننة وأنا هبدأ أحكي أهو. هي لسه هتبدأ تحكي؟ هي لسه هتقنقن؟ لا بقولك إيه، أنا مش عايز أسمع ولا أنا عايز أفتكر. ما خلصنا يا هيمة، نومة البرش خلاص عدى عليها يجي أسبوعين. مضاعفات بقى، أنت حاسس بحاجة؟ حاسس بكتير يا هيمة يا أخويا، وده اللي مزعلني ومشحت فؤادي. مش زي طبعا. إيه مالك؟ مش مصدق إن ابني قادر يفصلني من الشغل ويرميني في السجن عشان ينجي روح. يا راجل ما تقولش كده، عادل عمره ما كان هيأذيك، كان عامل حسابه بالملي وهو طلعك ولبس المجرمين. ما هو ده اللي مخوفني، اني مش حاسس ان هو غلطان. انت مصدقني؟ مش عارف اقول لك ايه، بس عادل من زمان وهو ماشي بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة. لولاش سارة هي اللي دايما كانت بترده، ولو على الشغل بركة انك مشيت. انت كنت فاكر يعني انك هتتطهر ببلاش؟ بلاش الكلمة دي، الكلمة دي بتضايقني قوي. قصدي يعني تنضف. انت عملت حاجة محدش فينا يقدر يعملها، سبت حياتك الفاسدة بكل مشاكلها وبدأت من جديد، بس ما تحاسبتش على فسادك. الرحلة مش هتنتهي إلا لما تدفع ثمن أخطائك. تصدق إن كلامك ريحني؟ يا سيدي عد الجمايل. أنت جاي تجاملني ولا تعايرني؟ يا راجل هو في برضه بينا الكلام ده؟ أنا بس بوعيك إنك وصلت. يلا بقى عشان عندي جلسة مهمة مع ابنك. اقعد بس، رايح فين؟ هو أنا جايبك عشان أفضفضلك؟ آه لا أمال. اوه ماي جاد، اوعى. أنا عامل لكم اجتماع على مستوى القاعدة. ها هيما بليز، أنا مش فاضية، وبعدين أنا بكره الراجل ده عشان اللي عمله في بنتي. بعدين حاجيلك تقولي انت عايز ايه. بنتك هي اللي طلبت يا ستنا، علشان تعرف حبيبة القلب عايزة ايه. عن عادل اللي متغير من بعد ازمتك انت وامير، انا ذنبي ايه؟ انتوا كده جبتوا مربط الفرس، امير ومها حبيبة القلب. مش فاهمة. مها مش عارفة قيمة البرجاوي، وامير راح حب زهرة عشان يغيظي. ها يبقى الحل ايه؟ ايه؟ بليز بطل تقول نفس الكلام اللي بقوله في نفس الوقت، اوكي؟ ما انتوا هتقولوا اكتر من كده، بس تسمعوا كلامي، فاهمين؟ نووي يا فيفي، احنا لازم نتصرف. ما تتصرفي انا مالي؟ ازاي كده ليه؟ اللي ليه؟ انا حرة، ماليش مزاج. لا، في ايه يا ست انتي؟ انتي مش حاسه بحجم الكارثه اللي احنا فيها؟ حاسه وعارفه كل حاجه. طب خلاص، تحب اقول لك على الاحداث اللي هتحصل؟ ريلي؟ طب قولي. ترتقي لي بقى وداني. اها. ساره بنتك هتتجنن من اللخفان اللي هي فيها. ام هتعمل ايه؟ ايه؟ هتتكلم شكلها وتقعد شكلها. ماشي؟ قوم احنا هنتخض. ماشي؟ نقوم بقى نعمل ايه؟ ايه؟ نفضل نلم من وراها الكلام اللي اتقال والمتقال. قوم عادل هيعرف، هيتخانق معاها بسبب المشاكل اللي هتحصل، فهيقرر يعالجها. قوم ايه؟ ايه؟ البرجاوي هيمنعه. ماشي؟ يقوم عادل يتخانق معاه، سارة ترجع، عادل بقى ايه؟ ايه؟ يتقمص هو كمان شخصيات، واحنا بقى نفضل نقعد نتفرج ونتلخفن معاهم في دورين يا لمونة ولخفنين يا لمونة. ذا اند. ارتحتي؟ خلاص؟ خلصتي لا بلا بلا بلا؟ ايه؟ انتوا الاتنين رجعوا بنتكوا سارة دي تبقى سارة علشان ما تعصبش عليكم. بقول لك يا ما، لو ما بطلتيش الخيلة الكدابة بتاعتك دي أنا هقوم بنفسي وارميكي من البلكونة. ماشي؟ لا كده كتير، كده كتير، عيب يا فيفي. بي كويت، بي كويت. خلاص أنا عندي الحل. إيه؟
فاكرين لما سارة كانت متقمصة نعمة وجابوا لها نعمة فحصل لها كده ارتجاج عصبي ونفسي ورجعت؟ آه خلاص انتي هتنامي معاها في نفس الأوضة، ولما تتقابلوا بقى فيس تو فيس كده هي هيحصل لها نفس الرجة النفسية وهترجع. No way! انتوا كنتوا؟ ايه ده؟ ايه ده؟ معقولة؟ أبقى برا الباب وسمع كل حاجة؟ ايه البيوت لها حرمتها، وطوا الفوليوم شويه، في عندنا مرضى. اهلا اهلا يا سيبرجو، انست ونورت. صدق ان ما شلتكش الارض اشيلك. لا يا ستنا، بقول لك ايه، قبل بقى التنويع على لغه المثل بقى وتقولي لي اشيلك وهبيدك. برجاوي رجعلي بنتي. ما ينفعش اهمادوا بقى كده، في معايا ضيف. تعالى يا بطل. اهلا اهلا. هاي حضرتك، مهيب النمر، بطولات دوليه وكاراتيه وسباحه. مهيب النمر، بطولات دوليه. لا 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 بجد، هي طبلت على راي فيفي كده كتير، كده أوفر. وبعدين أنا ما بصحاش مشرقة كده ومبتسمة، على فكرة أنا مكتئبة. هاي دكتور. أحب أعرفك يا مها على البطل مهيب النمر. أيوة سمعتوا، بطولات سباحة وكاراتيه. هاي. هاي. لا 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 لا. هاي. جاي. أنا أختي هقوم أمشي. لا فيفي ما تسيبينيش هنا بليز، انا بحبك يعني ما تسيبينيش لوحدي معاهم. لا 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 لا، كده كتير يا جماعه، كده بجد كتير اوفر، انا مش قابله كده. يا اختي تشوزي امرك مع نفسك، مش راسه لخفنه. انتي مين؟ يا لا دي ولا حاجه، ده واحده جارتهم حمامها بايظ فبتيجي تغسل شراباتها عندهم. لا انا مش قادره استحمل، انا بجد هنهار. ما يصحش كده يا بيبي، مها برضو حبيبتنا. حبيبتك انت لوحدك يا بيبي، انا خلاص فؤادي مال الى رحيق هواكي فقط دون سواه. لاحظي ان انا قلت دونك وليس غيرك، فكل ما هو غيرك هو دونك واقل من مقامك. ايه ده؟ قول كلام افهمه عشان اعرف اتجاوب معاك. لا 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 لا، انتوا فاكريني انا مها غير؟ مها مين اللي تغير؟ بعد اذن حضرتك كده عيب على فكره، في معانا شباب. لا انا كبير وفاهم، الحب جميل بين اي عصفورين. قال يعني مها اللي هي ساره بتغير على البرجاوي. وجوزها بيحب العصافير. والبرجاوي وياسمين هما حبوا بعض، هما حبوا بعض. فيفي 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 فيفي، اوعى تكون انت سمعت اللي اتقال. سمعت وبكذب نفسي. لا صدقها. متفهمش غلط يا امير. ما هو انت ما ينفعش تغيظ مها بيا وبعدين تطلع بريء قدام امير ومش عايزني انا كمان اغيظه بيك. ما ينفعش كده، كل ما تعوزيني تخبطيني ونقعد نهمس. وكمان بتتوشوشي قدامي؟ انا سالتك عن زهره؟ لا خلاص ما تسالنيش عن بيرجو. لوجيك برضو. ده باين لها يبقى مرار طافح.